مساء الخير، مساء الخير عبر شاشة تلفزيون دبي. سهرتنا سهرة ديو سبيسيال ب وانتو جمهور إضائي ترتتا جان فيليب بوردون وجو سعد، صوت ترتتا عماد مراد، فرقة ترتتا إليل عليا، وإخراج ترتتا باسم كريستو. ضيوفنا لليلة هن فهد الكبيسي، مساعد البلوشي، وعد البحري، وترحيب كبير بالفنان الكبير أصيل أبو بكر. كلامك من عيونك حبيب القلب من غير يصور، ومن يفهم كلامك من عيونك بتخيل بتبعد عني يا غول، حياة ما لها معنى بدون عيون حبيبي وحبك بقلبي وابتسامك ويا محلى الليالي في غرامك، وحبيب الروح يا حلو ابتسامك ويا محلى الليالي في غرامك، يشوفوني معك اسهر ليال يخاروا من كلامي ومن كلامك، يشوفوني معك اسهر ليال حبيبي عيون الناس ليه ليه أنا ما همني لو يسألون، وعيون الناس تسأل ليه أنا ما همني لو يسألون. شكرا.
الصوت الرائع والحضور الراقي والاطلالات النادره الليله، نحن محظوظين بوجودك بيناتنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. انا مبسوط كثير طبعا بوجود الليله معاكم، ومسي عليك ومسي على الحبايب الحلوين اللي قاعدين الليله كلهم معانا، وطبعا مسي على جمهورنا اللي تابعنا في الشاشه، وان شاء الله الليله تكون ليله حلوه تكون ترددت. حلو كتير. أكثر سؤال يمكن بحياتك نسأل أبو بدر، ليه مقل بالإعلام؟ على طول تسأل ودايما إذا عندي جديد بطل، ما اشتقت تحكي للناس؟ كثير، أنا دايما بحكي لهم بغني لهم دايما. أيوة. أساسا أنا حغني مين؟ أنا حغني للناس وبحكي لهم. لا بس يمكن انا مش صديق للكاميرا شويه، ممكن الكاميرا بتحبك. هلا انت ما بتحب الكاميرا، اذا يعني حظك انت ما بتحب الكاميرا. لا بالعكس بحبكم وبحب، ولا لو ما في حب ما حضرت الليله يا جماعه. اهلا وسهلا فيك. على كل حال دائما اطلالاتك بالمهرجانات او بالحفلات الغنائيه ما بتبخل علينا، والبوماتك واغنياتك موجوده. اصيل اليوم كثير من الاغنيات اللي عم نسمعها الانتاج الغنائي غزير، البعض بيقول انه الفن يحتاج الى ثوره على غرار الثورات اللي عم بتصير، بغض النظر بالمتغيرات اللي عم بتصير بالوطن العربي اذا كانت رايحه لايجابيات او لفوضى اكثر. هل الفن يحتاج الى ثوره؟ ومن أي نوع؟ لا احنا خلنا ناخذ جهة ثانية، اللي هي الفن طبعا هو حاضر معانا، ولازم بده يتأثر بالمؤثرات اللي بتأثر فينا. صح. يعني انا بقولها بصراحة، انا عشان اعمل الألبوم الجديد الان اللي قاعد احضره، حاولت اني ما بشوف اخبار لمدة يمكن اسبوعين ثلاثة بصراحة، حتى ما تتأثر نفسيتك. بالضبط، لانه قاعد اشوف اخبار، فالواحد يقول الجو لا مش فني اللي قاعد يصير، وبعدين الاخبار اعلام طيب في تضخيم، وتضطر متابعه، فراحت النفسيه للاجواء الفنيه وهذا. صحيح. اضطريت اني فعلا ابطل اشوف تلفزيون عشان اعمل البوم. فاذا هو يتاثر من محولنا، وهذا هو اذا كان زي ما قلت لك صادق وفي رساله، فلا بد انه يكون في رسائل موجهه في الفن. ممكن تكون وطنيات، ممكن تكون غزليات، ممكن تكون اجتماعيات، وهذه موجوده. طيب ابو بدر، بالتسعينات كانت الاجواء مختلفه الفنية، حتى انتم تغيرتوا، الفنانين تغيروا اليوم شكلا ولا شكلا ايه؟ وين الدايت؟ انا ما بدي اقول، انا اهرب من ترتتا عشان جمانة اطول مني، بس هلا احنا نتغير الشكل، لكن ان شاء الله الله لا يغير ما في القلوب، يعني اتمنى. اي في كثير ناس تغيروا مع المتغيرات، فنانين بعدك بتعرفهم زملائك مثل ما هني من وقت ما ابتديتوا، حتى الجيل يعني جيلك في ناس تغيروا شوي مغريات لا بالعكس، انا اللي قاعد اشوفه الحمد لله انه قاعد اشوفهم من افضل الى افضل، وهذا شيء بالعكس بيسعدني. وقاعد اشوفهم بيكبروا فنيا، بيكبروا جماهيريا، وهذا بالعكس برضه شيء حلو، لانه احنا كلنا كفنانين خليجيين نحاول، او كفنانين عرب برضه بنحاول انه نقدم اغنيه عربيه خليجيه بمستوى طيب توصل للعالم، زي ما عمال يوصل لنا اغاني من خارج عالمنا العربي، احنا دورنا احنا نوصل هذه الاغاني. اللي عم تستوردوه او اللي عم يوصلكم ابو بدر افضل، او اللي عم تعطوه من عندكم افضل؟ هو مو حكايه افضل، هو حكايه سبحان الله، لكل منطقه في جغرافيتها وفي اغنيتها. يعني ممكن انا لما بسمع فنان من لبنان على طول، مجرد ما يديني الموال هذا اقول بتخيل جبل لبنان. حلو. مجرد ما اشوف فنان بالخليج، مش شرط حتى يكون لابس الثوب الخليجي، لهجته ايقاعه واغانيه بتقول هو من فين، فاذا في هويه، والهويه هذه حلوه اذا قدرنا احنا نجمعها ونخليها عربيه، بحيث انها توصل لعالم غير عربي يسمعوها ويشوفوها. على ذكر الموال اللبناني، في كمان موال يمني، في موال سعودي، في دندنات، في زي ما في ترتتات، في دندنات. ايوه في هالدندنات
خلينا نقفل هيدا الجزء الأول بدندنة من عندك. في كتير عيشنا دنات. شوي هيك الموبيل بتقوله. والله بدي أذكر أغنية طبعا للوالد الله يحفظه. من حيي أستاذ أبو بكر سالم هالفنان الكبير له محبة كبيرة بقلوب الكل. اللي هي فيها دانات بدايتها طبعا اللي هي قلبه محضار. فبيقول دان ودانا ودانا دان ودانا دان ودانا ودانا دان ودانا ودانا وقلبه محضر غني من قديم الوقت سالي لا سمعت العود دمع العين فوق الخد سال. سلم تمك الله على ذكر العود. كنت ما بدنا نقول تسرق عود الوالد لتغني، كنت تخطف عود الوالد تاخذه هيك ما هي يعني بأجره باخذه مؤقت ورجعه. كيف الوالد على ذكره؟ مبسوط مبسوط، وبالعكس انا يعني كنت متابع لليلة اللي عملها في ترتة وكانت من أحلى الليالي الجميلة وشجعني كثير فعلا أني أكون مطلوب. يعني سبقك على ترتة فتابعته دائما سباق دائما كبير كبير. الله يخلي لك تعريف. طب ليه لتخبرنا بس بدك نرجع نعيش شوية لحظات من ظهور الوالد بترتة؟ ذكريني. يلا خلينا نذكرك. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. ما علينا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. لو يقولوا عننا مهما يقولوا يقولوا عننا مهما يقولوا انتهينا. عاد نحن اللهجينا انتهينا. الله الله ما علينا. بدي اختم هيدا الجزء برسالة لوالدك. هلا شو بدك تقول له؟ رسالة جميلة. ما علينا نمشي ونقول ونغني وما علينا. حلو حلو. ان شاء الله الله يديم الاجواء الحلوة، ودايما نحن عم نعرف قديه انتم قريبين لبعض أصيل، مع العلم أنه فتحت خط خاص لألك وصار عندك شخصيتك من فترة طويلة الخاصة فيك، لكن دائما البداية كان لها تأثيرها من الوالد على حياتك الفنية. الابن لابد أنه يكون في تأثر له من والده في صوته في مشيته في. فالوالد ما شاء الله هرم، وانا تربيت وابني هذه كبرت على 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 صالوناته الشعريه على حضوره في الاستديو. قطعت مشوار كبير غيري كان يتمناه انه يكون موجود في هذه المرحله، يعني من ضمنها الرهبه من المايك، التعامل في الاستديو، التعامل مع السادس الفنانين الفرقه، كيف نعمل اغنيه، كيف نكتب اغنيه، هذه كلها استفدتها من انا طفل بمشي معه واروح واجي. فهذه فادتني كثير، وهذه بالعكس هذه خلتني أقطع مشوار كثير غيري من الفنانين يتمنى يلاقي هذه الفرصة بصراحة. صحيح صحيح. فهو هو والدي، هو أخويا، هو حبيبي، هو صاحبي، هو كل شيء في حياتي. حلو صراحة. الله يديمه إن شاء الله وطول عمره. رح ننتقل إلى أول فاصل ونعود لنتابع حلقة ترتتا مع الفنان الكبير أصيل أبو بكر. ترتتا بريك. سهر الترتتا بالتابع وديو من أصيل أبو بكر وفهد الكبيسي والحي يحييك. والحي يحييك والميت يزيدك غضبا الله يحييك اللي دوم في بالي أبدا.
يا حبيبي ثمن ما يعوضني فيك لا الأول ولا الثاني. الحي يحييك والميت يزيدك غابن الله يحييك يلي دوم في بالي من غيرك الوقت مال يا حبيبي ثمن ما يعوضني فيك لا الأول ولا الثاني. الحي والحي يحييك والميت يزيدك غابن للأول ولا الثاني. الحي يحييك والميت يزيدك غبن الله يحييك اللي دوم في بالي من غيرك الوقت مال يا حبيبي ثمن ما يعوضني فيك للأول. الحب لازم يحن لا صار خلك أصيب وطيب وغالي يصيب قلبي لا نظرت غيرك وهن وما ظن غيرك ترى في الحب هنا. سافرت للحب ما حصلت غيرك وطن يا موطن الحب يا بدر السماء العالي من حولي الماء والخضرة وجه حسن أكيد كل بيحسدني على حالي. الحي يحييك والميت يزيدك غبن الله يحييك اللي دوم في بالي من غيرك الوقت مال يا حبيبي ثمن ما يعوضني فيك لا الأول ولا الثاني. ما يعوضني فيك لا الأول ولا سمعناها ديو من كلمات بدر الصلاحي وألحان أصيل أبو بكر ومساء الخير لفهد الكبيسي من قطر. أهلا وسهلا فيك تفضل.
الحشرية ليه بدلتوا الكراسي؟ عينه على ما على كرستك فهد ياخذ محلك. احنا نقول نتكلم بصراحة وصدق. طبعا انا اليوم بين اخواني وحبايبي معزوم، فلازم احس فيهم هيك محاوطين لي يمين شمال زي ما انتم محاوطين لي من طيبك بحبكم يمين شمال. بس اني اقعد هناك الحالة هيك احس ما بحب العزلة. شوف انا جربت اعمل مشكلة لانه بلكي حاطط عينه على كرسي لنجم صف اول وهو هلا بعز طلعته يعني عز نجوم. انا قلت نال شرف اني اقعد على نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه. يشعر هذا الشعور فهد بالعكس يشرفني اكيد. انا مبسوط اليوم بالاصوات الجميله اللي معانا الليله ومن ضمنهم طبعا استاذ فهد. فهد يعني من الاخوان اللي يدخل القلب على طول يعني. صحيح. واداء جميل واعمال ما شاء الله اجمل وفي له يعني ما شاء الله نجاحات حلوه، واتمنى له ان شاء الله دائما الاستمرار بالشخصية الحلوة اللي طلع فيها هذه. والله يوفقك يا رب. تسلم من طيبك. انا خليني دافع عن نفسي. خليني دافع عن نفسي. لا والله بالعكس، انا بداية سعيد جدا بوجودي في هالمكان معك استاذ جمانة، مع العملاق الرائع ابو بدر اللي انا تكلمت وقلت قبل البرنامج اني اليوم راح التقي بقامة فنية ويعني فن عالي ورفيع جدا وخلق عالي رفيع جدا. انا صراحة التقيت بفنانين كثر وامثال ابو بدر يعني ندر مثل ما يقولون في العالم، فبالعكس انا سعيد جدا 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 بوجودي معك ابو بدر والشرف لي والله. واضح واضح يا فهد، اهلا وسهلا فيك. نحن بنحبك كمان وبنعرف قد ايه عندك جمهور وبسرعه قياسيه يعني فهد، وكانه يعني مش وكانه قالوا عنه مستقبل الاغنيه القطريه. هل انت فنان قطر الاول حاليا؟ والله انا دائما اسال السؤال لكن إيه؟ ما فرحت ما انا شفتك لمع عيونك. لا ربي يسلمك، انا والله صدقيني ما يعني ما عمري حب إلى الآن يعني ما تعودت، وإلى الآن ما أحب دائما أن أصنف في مكان سواء الأول، والآن أعتقد أن دائما كل فنان هو الأول عند جمهوره، فلذلك في فنانين في قطر أكيد هم الأوائل عند جمهورهم في قطر، فبالعكس أنا أعتقد أن في أوائل سبقوني بسنوات كثيرة ما أقدر أقول أنا الأول إطلاقا. أبو بدر، لما يبدأ الفنان يعني يشعر بنجوميته ببداية مشواره بيبقى متحمس كثير، عنده حماس تيثبت للناس أنه زقفتوا لي انبسطتوا فيه مش من فراغ، أنا عند حسن ظنكم، وبيبقى في حماس باختياراته. أيمتى الفنان بيبدأ بالتقاعس أو بالكسل؟ بأي مرحلة؟ والله شوفي النجاح حلو، النجاح شيء حلو. حتى أنا لما أشوف غيري بينجح والله ممكن يكون في 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 الحياة يعني في بفرح وبتنزل مني دمعة فرحة بصراحة. فالنجاح حلو لكن الغرور وحش. الغرور هذه واحدة. فإذا أنت نجحت معناته أنت مطالب أن تقدم الأكثر والأكثر. فهو إذا اليوم الجمهور صفق لك محبة يبغى منك الكثير، فأنت لازم تحرص أنه 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 تعطيله تبادله هذا الحب بحب إذا هو كرمك خليك أكرم منه. صحيح. فهد، لما غنيت مع أبو بدر هلأ أغنية من ألحانه وكان الديو، يعني حسيت أنك أنت أمام ملحن بدك توصل الإحساس أم حسيت قدام مطرب ولا الاثنين؟ يعني شو فكرت أنت عم تغني مع أصيل بهالأغنية لأن ألحانه؟ في شغلة يمكن الناس ما تعرفها عن أبو بدر، أو يمكن المتتبعين للفن يعرفون هذا الأمر، أن كل ألحان أبو بدر ناجحة، كل ألحانه، وهذه من أشياء نادرة عند الملحنين. أبو بدر يمتلك الشغلتين صراحة، يعني أنا الآن واقف أمام ملحن ومطرب. طبعا. في نفس الوقت الوقفة قدام ملحن ومطرب معناته أنت واقف قدام لجنة تحكيم. بدنا علامة. فشيء يخوف ترى على فكرة. يعني. لا أنا أعتبرها اعتبار ثاني. اعتبار ثاني اعتبرها هذا مسج من فهد إني بدي لحن وأنا حاضر. أيوة هيدا الكلام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في باذن الله مشروع، وهذا شيء يشرفني حقيقه انه أنا أبو بدر حبيبي. يعني في مشروع لحن ان شاء الله في البومي الجاي مع الاستاذ اصيل باذن الله. شروط الصوت اللي بده يغني لك لحن شو شروط؟ يدخل قلبي. يدق قلبك بس هو الباقي عليه نجاحه ودوره وجمهوره ومحبه. شراني خلاص تمكن مني. أعز أغنية على قلبك مثل ما هي مثلاً؟ كثير في أغاني كثير حلوة، في أغاني يعني تعملت في
في في في مواقف جميلة، في أغاني تعملت لما كنت أنا في دراستي، في غربتي، في بعدي عن أهلي، في أعمال تعملت وأنا الآن مع كوني أب، بإحساسي غير لعيلتي، لزوجتي، لأبنائي، لبيتي. حلو. فهي زي ما قلت لك في البداية، هي حالات بيعيشها الفنان، وتكون صادقة جميلة، تظل موجودة في الذاكرة مهما جاء أحلى منها أو جاء مش أحلى منها، تكون موجودة. صحيح. أبو بدر، أنا بدي أطلب منك بس نسمع ولو مطلع من شمس بيني وبينك. هاي الأغنية أنا أعتبرها علامة كمان، مثل ما كتير من الجمهور، وأنت بتعرف قديه كانت نقطة مهمة بحياتك كمان. حاضر، غني أنا وفهد كمان، يدندن معايا فهد فيها. إيه يا ريت. أو شمس بيني وبينك، والشمس بيني وبينك، ولا هذا أجبينك؟ شمس بيني وبينك، ولا هذا أجبينك؟ نور مرسل لقلبي من زمان انت وينك؟ شمس بيني وبينك، ولا هذا أجبينك؟ شمس بيني وبينك، ولا هذا جبينك؟ نور مرسل لقلبي من زمان انت وينك؟ وجرحتني الجروح وانا قلب وروح. قول وين بلقاك؟ وينك؟ والشمس بيني وبينك. الله، سلم تمكن، سلم تمكن. رح نتابع ونستقبل صوت جميل من سوريا، وعد البحري وأغنية وين انت. Yeah.
البحري من سوريا، أهلا وسهلا فيك، مساء الخير. وعد سمعنا منها وين أنت، أهلا وسهلا فيك وعد، أهلين تفضلي. وعد وين بتحبي قعدي؟ لأنه اليوم بالحلقة كل مين يغني على ليلى وكل مين بيختار الكرسي اللي بيقعد عليها. أهلا وسهلا فيك، سمعنا منك وين أنت، كلمات عبيد جمعة، الألحان لأشرف خيري، أغنية خليجية، ونحن تعرفنا عليك بلون المطرب الراحلي الكبير أسمهان. مظبوط. مخاطرة، يعني الناس لما شافوك ببرنامج هوات سمعوا وعد بأسلوب أو بنمط الغنائي للسيدة أسمهان، وعطيتينا هلأ أسلوب مختلف تماماً. أنا بحب أقول أول شيء مساء الخير، وبحب حيي الفنان الكبير أصيل أبو بكر، فنان خليج كبير الله، يعني الله أنا بنظري بشوفه الأول طبعاً، الله يخليك يا الفنان الكبير من قطر فهد الكبيسي، أخ وصديق، ما في شك يا هلا. يعني أنا راح تكون شهادتي مجروحة فيكم الاثنين، بس أنا ربيت على صوتك يا أستاذ أصيل، وبعزك وبحبك كتير. الله يخليك. طبعا مجازفة إنه حدا يشوفني بلون جديد غير لون الطربي، بس أنا بشوف الفنان لازم يغني كل الألوان، ما يقيد حاله بلون معين، وهي بعتقد إنه نجاح للفنان وبتضيف له. طيب لما سمعنيك بأغنيات أسمهان بمسلسل أسمهان، كتار قالوا هل رح تقدر وعد تطلع من هالدائرة يلي هي منا سهلة أبدا، لأنه لما منتعود على صوت جديد بغني لفنان قديم منصير دايما نقول أنه يعني في سبق كتير من النجمات كمان غنوا، مثلا اللي غنى لسيدة أم كلثوم، اللي غنى لعبد الحليم من الرجال، صعب أنه يطلعوا من هالعبائة إذا كتير نغمسوا فيها للآخر. حاطة خطة قدامك؟ الخطة أوريدي انعملت، وأنا لأول مرة أكيد بترتتا رح أقول أنه ألبومي على مشارف نزول مع قناة بيسوى أقول أكيد كل شيء بيسوى أقول، مزيكا محسن جابر، بقدم له تحية عبر الفضائية. هلا ما رح نكشف شو فيه بالالبوم، خليها هلا اخر شيء بالحلقه لحتى ما فيني. لا رح نكشف، ما حنخلص الحلقه قبل ما نكشف عن كل جديد ضيوفنا. اصيل لما بتسمع صوت مثل وعد جديد يعتبر، وبعدها يعني اول البوم ما نزل الى وعد، اولا كبرتني، خلتني الفنان الكبير، وخلتني الفنان اللي ربيت على صوته، جئت انا بعيد انت فنان كبير، شوفك اقل من هيك. وعد صوت جميل وزين، والزين دائما يفرض نفسه. حلو. وهي لها اختياراتها ولها شخصيتها. سؤالك حلو، بما انه احنا انا مثلا تاثرت بابو بكر سالم، هي تاثرت باسمهان، هذا بكره هي شخصيتها تبان في اختياراتها وتبان في اغانيها. صحيح. لكن كصوت لا غبار عليه. على فكره استاذ اصيل بلقاء اذاعي كنا سوا قلت له لو اخترت تعمل دويتو مع صوت نسائي قال اختار وعد البحري. صحيح. أنا بوقتها بعرف هالاسم. تستاهل. لا عندك صح. فعلاً هيدي من سنة تقريباً. وهلا أصبحت مطالب بأغنيتين. إيه هلا إيه، وبعدها أنا بعد فهد ومن وعد. بعد فيه أغنية لازم نحن طماعين. طماعين في فهد كان عم يحكي أستاذ أصيل على الاختيارات، وإنه من الاختيارات يعني بنقدر نلمس نجاح هالموهبة اللي جاية. ألبومك كان بإشراف الملحن عبدالله المناعي بالكامل. صحيح. أنت اخترت، هو اختار أم الإدارة الفنية؟ في إحنا نعمل دائما بيني وبين عبدالله في كل تعاملاتنا، في كل ألبومات اللي تنزل يعني في توافق، وخلينا نتكلم إن في مشورة دائما بيني وبينه. عبد الله من الناس اللي ما يفرض علي رأي معين، يعني هو مشرف فعلا، لكن مشرف فني، مشرف موسيقي على الألبوم. لكن غالبا الأستاذ أصيل والأستاذ وعد أكيد يعرفون الفنان لما يدخل في خضم الألبوم ويبدأ يسمع وألحان 30 40 50 لحن، أحيانا تفوت أشياء، أحيانا تفوت أن في لحنين من نفس المقام من نفس السرعة ويمكن نفس الكلام قريبين من بعض. فلا بد يكون في مشرف، لا بد يكون في حد
ما في شك عبد الله المناعي له فضل كبير علي بعد الله عز وجل. هذا الرجل يعني يفيدني كثير ويساعدني كثير في اختياراتي. انا سمعت انه في شيء جديد عم بتحضره، بعتقد كمان نفس الاسماء رح يكونوا عم بحضروا مع ابو بدر. صحيح صح صحيح، وهذه شغله يعني شوفها هلا، يلا اعطينا اياها هلا كل الناس. هو تعامل جديد ان شاء الله رح يكون مع سعاده الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني، الشاعر الجميل اللي كتب لي اغنيه بشويش واللي الحمد لله لاقت صدى جميل جدا. الاغنيه رح تكون اسمها نور عيني، راح تكون من ألحان الأستاذ فايز السعيد، وإن شاء الله تنزل في خلال الصيف خلال الأيام القليلة. في ارتباط بين هيدا العمل وبين أستاذ أصيل، كيف خبرنا؟ إن الشيخ أيضا في تعامل راح يقدمه مع الأستاذ أصيل، وأنا طمعان قلت حق الشيخ خلي نسوي عمل بألحان الأستاذ أصيل من كلام الشيخ وأنا أغنيه. والله إن شاء الله. كمان شو طماع فهد على فكرة بيعرف يقتنص الفرص، يعني واضح. أنا حاضر بالعكس أنا أتشرف، وكل ما كل جيد بالعكس أنا أتشرف إني أغني والله بجد. طيب لو اخترت لحن من ألحانك هلأ دندلنا إياه أعطيته لفنان آخر من ألبوم، يعني بدنا نسمعها بصوتك. يعني أنا أي أغنية كتير بحب هيك يعني أحبك ليه أنا ما أدري يا عبد المجيد عبد الله. شو هالأغنية سمعنا منها. وفي في عمل اسمه رمادي للأستاذ عبد الله رويشد طبعا، وفي اعمال كثيره يعني فنانين كلهم ناجحه كلهم اغاني ضاربه يعني. شوف من اي ايام يمكن 96 97 يمكن يعني ذكرتك. طيب شوف احبك ليها انا مدري ورمادي ما بعرف اذا نفس المقام، ما بعتقد مايسترو ساعدني. إذا نفس المقام أعطينا يون هيك ورا بعض نتشارك فيون، لأنه هو الأغاني ومنحيي فيون عبد الله رويشد وعبد المجيد عبد الله النجمين الكبار طبعاً أساتذتنا هذول. كورد حبيبي حكاية عمرها عوام أنا ما ودي أذكرها، ولا ودي ليالي الجرح ترجع لي وأسهرها، أحبك ليه أنا ما أدري ليهواك أنا مدر، أحبك ليه أنا مدر وليهواك أنا مدر مدر، لو مرت علي ذكراك يفز النبض في صدري، لو مرت علي ذكراك يفز النبض في صدري، أحبك ليه أنا مدري قولوا أهواك أنا مدري، أنا أحبك ليه أنا مدري ليه أهواك أنا مدري، ولو مرت علي ذكراك يفز النبض في صدري، يفز النبض في صدري، لأن ما افترقنا يوم ولا سرنا مع الهجرة، أنا اللي اخترت نسيان فكرت في النسيان، كأن ما افترقنا يوم ولا سرنا مع الهجرة، أنا اللي اخترت نسيانا ذكرني بك النسيان، لكن ذاك دمعي أحبك ليه أنا أحبك ليه أنا مدري
احبك ليه انا تسلم. انت بسمعها باصواتكم بس الطبقه يمكن اللي هي بعتقد منتشره في العالم العربي مش بس بالخليج. اي طبعا احنا بلبنان حافظينها طبعا طبعا طبعا. وطبعا نمسي بالخير على ابو عبد الله استاذنا استاذ عبد المجيد عبد الله وعلى شاعرنا محمد القرني. وهذه كانت فعلا من الاعمال اللي محفوره في القلب. صحيح. يعني مش باقيه بس محفوره وتظل موجوده. صحيح. عقبال ما ينعدي منك عبد المجيد ويبدا يرجع يطلع بالاعلام يا ريت. يعني اذا انت طلعت اليوم في عنا امل ان شاء الله. شوي عبد المجيد ترتب بريك وبنرجع لنتابع سهره الليل مع ضيوفنا. تتام كمل وديو أصيل أبو بكر ومساعد البلوشي وبيتي يا مهجور. والشجر
لي من صار الهجرة، كم صار السيف يبكي فيك على الجدرة، جدرة والشجر بالصمت يبكي من صار الهجرة. مساعد البلوشي من الكويت، بيتي يا مهجور، كلمات أحمد علوي والألحان لأصيل أبو بكر. أهلا وسهلا مساعد، تفضل. أهلا وسهلا فيك، ولا أنك شاطر شاطر، أخذت لحن من أصيل يعني حركنا كلنا. شو هالأغنية الحلوة كلاماً ولحناً وهلأ سمعناها أداء. أهلا وسهلا فيك. أول شيء أمسي عليكم بالخير وعلى الجمهور الرائع اللي موجود عندنا بالخير ومشاهدين خلف الشاشات. طبعاً أنا سعيد جداً في تواجدي معاكم مع أخواني الفنانين. بالنسبة لأغنية أبو بدر هذه يعني هذا شرف كبير لي ونعد في, 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 في أرشيفي وفي تاريخ الفني. أبو بدر وعارف أنا ما أقدر أتكلم عنه شهادتي مجروحة، لكن هو يعني لي كثير 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 في الإنسانية وكثير في الفن وكثير في أخلاقه ونتعلم منه الكثير. اللحن اللي أنا أخذته منه هذا أعتبره يعني سرقة من الألبوم، يمكن أنا سارقة من الألبوم طبعاً. أكيد أكيد، لأنه الألحان رائعة رائعة. تشرفت في هذا العمل سعيد. الليلة بالعكس مبسوط كثير طبعاً بوجود أصوات فعلاً جميلة وحلوة وكل واحد، والأجمل الأجمل إنه ما شاء الله كل واحد هلا الحين فيه عنده إحساسه وعنده جو ومود، وهذا اللي عاجبني إنه ترتبت عمل تشكيلة جميلة من الأصوات العربية الخليجية اللي فيها فعلا يعني تقول اسمعوني. صحيح، فهذا حلو. بالعكس إحنا يعني إحنا نحب البرامج هذه اللي تقدم دائما وتكتشف وتساعد وتخدم،
ودائما معها وان شاء الله دائما على طول ان شاء الله. مساعد من اول ما طليت على الجمهور دغري يعني لقبوك او اعتبروك انك انت يعني مستقبل الاغنيه الكويتيه وانه انت النجم اللي جاي تتابع وتعمل هالاستمراريه اللي بنيوها قبلك نجوم كبار. استعجلوا طب خلينا بلكي استعجلوا دغري يستاهل. اقول يستاهل بس هل يستاهل. انا عم اقول استعجلوا دغري من اول هيك اطلاله دغري يعني كيف بيقروا دغري نجوميه الفنان؟ أول شيء تستاهل عافية أبو خالد. بالنسبة للقبني ألف شكر طبعا لكل من أطلق اللقب هذا. طبعا أتمنى إن شاء الله يا رب وإن شاء الله أكون عند حسن الظن. طبعا بعد التعب بعد المجهود هذا اللي كلفنا في هذا الألبوم ممكن شوي أنا مقصر إعلاميا كثير في مع الصحف ومع في التي في وفي كثير من هالأمور. من بعد هذا الألبوم الحمد لله تلقيت كثير من الاتصالات والتقيت في كثير من الإخوان الصحفيين وكان في كثير من التعاونات وكثير من اللقاءات. فممكن يعني حسوا إن في فرق بين مساعد أول ومساعد الحالي يعني ونتمنى التوفيق يا رب من رب. لا هو لا شك إنه عندك ميزة حلوة كثير كمان بإحساسك وبصوتك الله. بس إحنا دائما بنطرح السؤال لأنه يعني كتار بيقولوا إنه اليوم ما بقى فينا نصنع نجم أو ما بقى في كتير يعني إمكانية إنه نجوم أو أصوات جديدة تقدر شئ طريقة بسهولة. أنا ما تكلمت عن مساعد أنا آسف رحت بعيد وتكلمت عن الجمعة الحلوة والأصوات الحلوة لكن برضو زي ما تكلمت عن فهد وعن وعد ومساعد هو زين ويفرض نفسه وصوت جميل والشريط بيثبت تنوع في الاختيارات تنوع في الإيقاعات تنوع في الأداء وهذا شيء طيب وكمساعد هو معروف يعني قبل هالألبوم لكن ما شاء الله أنا أشوف الألبوم هذا فيه له صبغة حلوة وفيه له وجود حلو باين وملموس صحيح. وهو مطالب الآن هو حبيب يعني حبيب قلبي وهو مطالب الآن خلاص أصيل أنا طلعت براءة أنا ورايا لسه هنا خلاص يعني أخذت بيت يا مهجور وأنت اخترتها زيدني شرف أنت مطالب الآن أنك النجاح اللي ما شاء الله حصل وتحقق في الشريط الأول الشريط اللي السابق مطالب أنه في عندك شريط جاي حيكون إن شاء الله أفضل وأحسن وأنت منه إن شاء الله وما استغنى وما استغنى عنك طبعا الله يخليك واتجه من آلة الكمان يعني مساعد من طفولته توجه لحب الموسيقى وعازف كمان شاطر عازف جميل والكمان أساسا آلة حنونة هو صوته حنون فعلا وصوته يعني جميل في أعمال كثيرة إن شاء الله حتجي منه أكيد إحنا متوقعين منك الأحلى والأحلى الله يخليك يا بدر شهادة هذه اعتز فيها يا حبيب قلبي الله يخليك وعد لا نطلب منك شيء بصوتك هلا هيك نحن وقاعدين سمعينا شيء أنا بدي غني طبعا أنا بحب هاي الأغنية عشت معها وبحبها كتير الفنان أصيل اسمها إيه أحبك هي طبعا من الالوان الجميله اللي غنيتها من البحرين كلام الشيخ عيسى بن راشد وابن الحان احمد الهرمي وعمل كثير 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 حنون جميل دائما مطالب فيه فانت ما شاء الله ضربتي على الوتر وانت اسفه تعود تقولي معناته خطيره سمعينا جزء بسيط ايها حبك هذا حظ اللي انكتب ودربي اللي امشي ودري بتعب ايها حبك هذا حظ اللي انكتب ودربي اللي امشي ودري بتعب ايها حبك وانت في عيوني نظر وانت وسط القلب حرات وخفر ايها حبك وانت في عيوني نظر وانت وسط القلب حرات وخفر بس احبك
هذا حظ اللي انكتب. كملي. هو دربي اللي امشي هو دريبات يا دمعة عين في فرحي ودمعة عين في حزاني يا حب تال العمر أهلا نطرت سنين لجاني أشيلك في وسط عيني يا أغلى حب لاقاني وفي قلبي يا فرح قلبي وزماني اللي رجع ثاني إيه أحبك هذا حظ اللي انكتب ودربي اللي مشي ودريباتا. الله عليك، برافو عليك، سلم صوتي، برافو عليك، ما شاء الله. يلا نحن على هيدا الطراز بدنا لوعد على هيدا الطراز فهد انه حيختار اللحن اللي يحبه قريبا من اصيل نقلراد. ابو بدر، عم نحكي عن الالوان المختلفه والاصوات اللي كل واحد عنده خصوصيه. ما في شك انه اللون اليمني او الاغنيه اليمنيه يلي اخترقت الأغنية الخليجية بشكل عام وتمازجت معها وسمعنا ألوان متعددة من العدني للأغنية الصنعانية للون الحضرمي، يعني ما عادت محلية كتير، لكن ما زالت شوي بعيدة عن جيل شباب اليوم. ليش؟ شو الصعوبة؟ لا هي موجودة طبعا، موجودة الأغنية بس ايه، بس مش مثل غيرها وصلت لجيل شباب اليوم الأغنية اليمنية بخصوصيتها. احنا كجزيرة عربية غالبا ما بغني كل من الألوان الحضرمية والألوان اليمنية القديمة، يمكن مطورة يمكن مأخوذ منها، يعني ما زالت هي مدرسة يمنية موجودة احنا بناخذ منها ولسه بتسقينا اكثر واكثر لانه تراث كبير طبعا، كبير جدا طبعا، من احد رواده والدي ابو بكر سالم الله يحفظه. وفي كثير من الفنانين في في في, في اليمن، من الفنانين الاستاذ احمد فتحي، في كثير من الفنانين الراحلين الاستاذ محمد سعد عبد الله، الاستاذ فيصل علوي، فنانين كثير يعني هتذكر مين تخلي مين. لكن يمكن في فترتهم ما كان في اعلام يخدمهم، فاحنا دورنا الان انه اذا حبينا نغني من اللون اليمني فور اكزامبل ولا من اللون العراقي او باللون، لابد ان نذكر ونقول هذا من فين. حلو، لانه لازم نقول هو انتماء لفين. بهذه الطريقه احنا خدمنا هذا اللون اعلاميا باصوات جديده، بجيل جديد، بتطوير جديد، بالات جديده. نعم، لانه حرام كل فلكلور له طعمه بيبين هو من فين هويته. فادي له هذا الحق فقط لا غير. معقولة حلقة تمر معك من دون ما نسمع شيء من هاللون؟ نسمع وغني، احنا دائما بنغني ونسمع الاغاني اللي ايه ايه حلو هذا اللون بصوتك كمان، شو معقول تسمعنا شيء حضرمي او عدني او ما بعرف اختار. احنا غنينا يعني كل اغانينا اغلبها من الايقاع العدني واللقاء، يعني اذا تبغي من الالوان انا يعني ابغى اذكر شيء للوالد قديم. ايوه، لكن حاب انه يكون في اغنيه نغنيها جماعيه، يعني يلا في ألوان كثيرة مثل ما كنت متوقع خيانة لي، ما كنت متوقع خيانة لي، وأنا أحسبه في الناس خلي، وكم حذروني من هواه لي، كم حذروني من هواه أهلي، قالوا تحذر لا يخونك، شوفوا خاين الناس في الدنيا معادن، ولو خيروني لو خيروني بختار الذهب.
ليش ليش الناس في الدنيا معادن 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 الناس في الدنيا معادن. الله ترتب تبريك ونعود لنتابع سهرتنا الليلي. وما ألومك لو تعذبني ما ألومك لو فهمت الحب كان شلتني داخل عيون فهمت الحب كان شلتني داخل عيون وش يهمك روح عيش وشوف يومك روح يمكن بكرة تعرف من يحبك من يصور يمكن بكرة تعرف من يحبك ومن يصور ألومك لو تعذبني بلومك لو فهمت الحب كان جلتني داخل عيونك داخل عيونك لو الحب كان جلتني داخل عيونك وش يهمك روح عيش وشوف لو هموم الدنيا فيه وانت وانت بس
ألومك سمعناها كلمات أحمد علوي وألحان علي منصور. وعلى ذكر الديوات، دايما لما هيك منفكر شوي بالدويتوهات اللي صايرة على الساحة الفنية، إذا منتطلع الأكثر عددا هي منطقة الخليج، ما بعرف إذا صحيح، مساعد ساعدني شوي بالإحصائيات نوعا ما. هل كثرة الشعراء أم سهولة لقاء الأصوات في الخليج مع بعضهم؟ يعني إحنا منشوف أوقات فنانين في الخليج ممكن يغنوا كورس لبعض، ممكن يعزفوا إيقاع لبعض، ممكن يلتقوا بكتير أغنيات دويتوهات سهلة إنها تنعمل. ليه أبو بدر؟ لأنهم يعني هذا هم بيرجعوا هم كيف مع بعض. صح. الحلو في 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 مجتمعاتنا احنا في الخليج بنتقابل في افراح، بنتقابل في حفلات، بنتقابل في مهرجانات، بنتقابل في لقاءات، فهذا حلو بيقربنا من بعض. وهذا بيخلينا مستمرين مع بعض. بس قديه الدعم المادي بيلعب دور كثير. نحط مثل اي ونقول اذا انت تبغي تعملي جوده كويسه، تبغي مثل تبغي تشتري سياره جميله او سياره فخمه غاليه لكشري كار، معناته ثمنها غير السياره الغير. فانا بدي اقدم لكشري فن، بدي اقدم فن جميل فيه افضل موزع، فيه افضل عازف، فيه افضل مهندس، فانا لازم اكون داعم ماديا هنا. لانه كل شيء بثمنه الوقت هذا. صحيح. وهذا مطالب. إذا تبغى جودة لازم تروح لها. بالضبط. فهد، يعني مين بتحلم تغني ديو؟ كثير والله، كثير أصوات في بالي يعني. تمنيت إني أغني معهم. في ناس الحمد لله تحققت، إني غنيت مع الأستاذ الكبير محمد عبده. نعم. في يوم من الأيام وفي فيها نفس البرنامج في ترتتة. صح. غنيت الآن مع الأستاذ، كنت أنا معكم بالحلقة كمان وكنت موجودة بعد. صحيح. مع الأستاذ الآن أصيل وبكر غنيت ديو. في أساتذة كبار، يمكن من أبرزهم أنا من محبين صوت الأستاذ الحبيب عبد المجيد عبد الله، أحب عبد المجيد عبد الله، فقعدت مع أبو عبد الله كذا فترة كذا مرة وقلت له هالكلام. من 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 محبين يعني شو أقول، في أصوات كثيرة في بالي يعني. بعد بخربط الحين استاذ راشد، يمكن ماجد مهندس من اصوات التقيته التقينا بس ما غنيت. صحيح. بس ما غنيت. قولي على راسي وعد، على راسي وعد. صوت رائع جميل والله، يشرفني ابدا. بالعكس شفتي اصوات نسائيه كثيره. لا من جد يعني اسماء، لو بذكر اسماء في كثير اسماء. نعم. وعد، البومك اللي جاي انت ما بدك تكشفي عن كم معلومه فيه، بس انا بدي اسالك اذا صحيح هو الموسيقار محمد ضياء رح يتعاون معك بالالبوم. الالبوم كله من الحان موسيقى محمد ضياء. عجبوني اول اغنيتين وسحب. اول اغنيتين بيشبهوا امل ماهر ولا اصاله؟ لانه اكثر تعاوناته كانوا مع الصوت. بيشبهوا وعد البحري. والله. طبعا طبعا انا كثير بحب ست اصاله وبحب كثير امل ماهر، ومن اجمل الاصوات بالعالم العربي. وان شاء الله اكيد يعني ما بتوصل مثلا. بدي اغنيه مثل هاللون، ما بتطلبي هيك ابدا. بعمري ما عملتها انا. بالنسبه لي هن فنانين كبار وصلوا، فاذا حدا بده يجي يقلدهم ما رح يبين. حلو. فانا بحب انه لا، اتجاهي انا، طريقي انا، وبحب غني اللي قلبي بيحبه، اللي انا بحسه. مساعد هون بدي من نفس الموضوع تقريبا، بس بدي روح شوي على الكويت. الجيل اللي سبقك يعني كان في بعده الاستاذ عبد الكريم عبد القادر يطول عمره، والنجوم كمان اليوم نبيل شعيل، عبد الله رويشد، يعني نجوم. صحيح. حضورهم كبير بالعالم العربي. صحيح. مين بتحس اقرب لك على الصعيد الشخصي يعني في العلاقه الشخصيه؟ اي اقدر اقول بخالد عبد الكريم عبد القادر. عبد يعني الكريم عبد القادر تجمعني في علاقه، وعلاقه يعني قويه جدا. ونفس الشيء بخالد عبد الله رويشد، في علاقة تجمعني فيه، والأستاذ نبيل شعيل، فنانتنا نوال، كلهم يعني. لكن عبد الكريم يعني ممكن زياراتي له كثيرة، وبين فترة وفترة يعني ما أقاطع، مستمرين فيها الزيارات، ممكن أقرب لي شخصيا يعني. أبو بدر، هل الجيل الجديد ممكن يشكل هيك قلق عن جيلكم؟ أنا من الجيل الجديد.
انت جيل الدايم دايما جديد حاضر على طول اكيد. انا من جيل جديد بس جيل الشباب اللي هلا شوي يعني ابتدى يحس بنجوميته. يعني جيل اللي سبقكم ابو بدر ما في شك، يعني اذا بدنا نحكي على صعيد الخليج او السعوديه استاذ محمد عبدو استاذ عبادي الجوهر يلي سبقوكم بهيدا الجيل، مدارس بالنسبه يعني شعروا بوجودكم، استاذ ابو بكر شعروا بوجودكم وحققتوا نجوميه جيلكم مع عبد المجيد وراشد ورابح وخالد اكتار الاسماء، يعني حضوركم شكل هن بيعتبروا في منافسه معهم ببعض الاوقات بيقولوها. بس في 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 برضه يعني هم زي ما تقولي مش منافسة ولا غيرة، إنه لأنه لكل وقت فيه له إيقاعه. فأنت ما بت يعني هو لما طلع في جيل كان قبلي كان بالنسبة لهم شيء جديد وغير مش غيرانين أو كيف عمل الجو هذا، نبغى عقليته نبغى فكره نبغى نوصل للجيل هذا عشان نتواصل مع بكرة. نعم. فهم يمكن ينظرون نفس النظرة الآن نفس الشيء. لما تعملي مرة مرحلة التسعينات نجحت فيها فنانين أصوات معينة أغاني معينة لمعت، تجي بقى الحين ما بعد 2000 وفي جيل طالع في أصوات جديدة، طيب أنا بدي ألحق ما بغاهم بس يسمعوني في يذكروني في التسعينات وينسوني في الألفين مثلا. فأنا مطالب أني أسمع الجديد وأشوف فين اتجاهه، لكن مع احترامي بوجهة نظره ووجهة نظري. يعني مثلا إذا هو راضي أنه يغني اللون المعين اللي بيكون فيه أغلبه درمز وأغلبه لا، أنا حبوني بالقانون وبالعود وبالناي. فليش ما أطور القانون والعود معايا بس ما أتجه اتجاه كامل وأنسى آلاتي اللي حبوني فيها الناس والتايبي والشكل اللي ارتاحوا لي فيه وحبوني فعلا فيه. قدي عندهم حظوظ الشباب بأنه ياخذوا هالنجومية اللي انتو شعرتوا فيها على سنين؟ ولو يعني احنا شياب احنا شباب احنا حظوظنا انت كل ما بتتكلمي وتقول وعد قالت انا تربيت على اغاني وانت بتقولي كيف كانوا الشباب وانا قاعد اقرا احباط بالعكس الاغنيه يعني موجوده وعايشه. عمرك ابو بدر كنت زعلت مني كثير لو كنت مباشره هالقد. اساليني بجاوبك قد ايه عمرك؟ محرج السؤال يبقى دخلت تحدي يعني انا نجحت فيه. لا هم عارفين عمري كم، اغلبهم من يحب اصيل عارف عمره كم. لكن الحكايه الان مش حكايه عمر، حكايه ان الاغنيه ما لها عمر. الاغنيه الناجحه سواء نجحت في جيل سابق في جيل بعده في مدارس، احنا بنغني الى اليوم والى بكره اعمال واغاني احنا ما حضرناها ما كنا مولودين اساسا. صحيح. بنحفظها وبنغنيها وبيطالبوها مننا. يصغر نفسه ترى يا جماعه. لا يصغر نفسه ويطلبوها مننا في 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 في, 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 في حفلات وفي افراح. أي. واحنا اساسا ما حضرنا هذه الاغنيه. فهذا اثبات انه العمل الناجح يقعد يعيش ما له عمر. نعم. فهد بدنا نسمع منك اغنيه تصدد. حاضر. كلمات بدر بورسلي والحان مشعل عروش. تفضل. كذا مغرور تملى دنيتي بالنور، أهلي كل ما طلع شمس هلا بالنور كل النور. حلاتك هكذا مغرور تملى دنيتي بالنور، أهلي كل ما طلع شمس هلا بالنور كل النور. غرامك يا الغرام
تملى دنيتي بالنور أهلي كل مطلع الشمس هلا بالنور كل النور غرامك يا الغلا أنت سددتني أشواقي داخل أحداقي ولا تخلي أباك مني وخذني ما بقى باقي يبدأ بأغنية مجادير تراث قديم مطور ألحان نايف المميز نسمعها من مساعد البلوشي سحيه وابن ادم اصغر له بيطير ما له سوى رب البريه بقدير يا حظي مقادير انا ميت والناس حيه وابن ادم اصغر له بيطير ما له سوى رب البريه والناس حيا انا ميت والناس حيا انا ميت والناس حيا اللي كتب الله بيصير يمشي على الناس وعليا يا عزتي لك يا مشاوير فيك الفرح ذنب وخطية اللي كتب الله بيصير يمشي على الناس وعليا يا
ذنب خطيه. مجانين يا حظي مجانين ميت والناس حيا. أنا ميت والناس حيا. أنا ميت والناس حيا. عيني عيني ولا فيها تعابي غير البكا صبح وعشية. ما في ردات الحق تاهي نفسي على ما هي شقية. عيني ولا فيها تعابي غير البكا صبح وعشية. ما في ردات الحق تقصي نفسي على ما هي شقية. مقادير يا حظي مقادير. والناس حية ومقادير يا حظي مقادير. أنا ميت والناس وأنا ميت والناس حية. وأنا ميت والناس حية. أنا ميت والناس حية. مساعد البلوشي سمعنا منه أغنية مقادير وهي تراث قديم مطور ألحان نايف المميز. سلم تمك يا مساعد. أبو بدر تحضيراتك للمرحلة الجاية على صعيد أعمالك الشخصية لإلك ولمين عم بتحضر ألحان لزملاء؟ كل شيء شو عندك هلا بالخطوه الجاي؟ والله انا بحضر البوم جديد حاليا ان شاء الله يعني يخلص قريب وبس ما بدي اقول متى بالضبط بس يجهز. حيكون في اكيد مناسبه يا عيد رمضان او شيء يكون جاهز. وفي البرنامج عندكم اليوم خلاص اعترفنا انه فهد ان شاء الله اغنيه ووعد ان شاء الله اغنيه واعطينا بعد لحن ما منعرف عنه رح تعطيه لمين يعني على القليل هي الخبر. لكل صوت حلو لكل صوت حلو بالعكس. ما في هلا شيء عم تحضره حاليا لحدا؟ أصيل فاتح صدره لأي صوت جميل حلو رغباني يتعامل مع أصيل. يعني بفهم منك ما في هلا شيء عم تحضر مع زميل لك من جيلك حاليا يعني. أنا لكن مثلا في فكرة ممكن أعمل عمل قديم أعمال قديمة عندي بطريقة الجلسة حلو بصوت نسائي مثلا وعد وفي اصوات جميله طالعه جديد فان شاء الله بده يكون في محاولات حلو مش اعمال جديده اعمال قديمه بس انها تعرض بشكل ليه اختيار اصوات نسائيه لاعمالك القديمه من باب من باب مش التجديد من باب بعض الاعمال حتى شعريا ممكن تكون حواريه جميله حلو فتكون اضافه جميله ما يكون في صوت نسائي جميل حلو وتطلع بشكل جديد يعني برضو ممكن يحبوها اكثر او كلها صبغه حلوي. جديده يعني فكره حلوه. فهد شو عندك تحضيرات هلا رح تصور كليبات شو عندك تحضيرات؟ عندي كليب من البومي الجديد ان شاء الله رح اقدمه من اغنيه للموت واحده من اغاني الالبوم. بعد ذلك في الاغنيه السنجل اللي تكلمت عنها من شوي اللي ان شاء الله بتكون من كلمات الشيخ خليفه بن حمد والحان فايز السعيد بعد في الفتره الجايه. وفي عمل جديد جدا 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 جدا. اي شو هو؟ كنا جالسين مع مساعد في الاستديو ففي لحن جميل جدا من الحان مساعد وانا صراحه يعني دخلت فأنا بدل ما اخذ منه فانا قلت فانا عرفت نفسي اني اغني مع ديو في هالموضوع وجميل جدا واتشرف ان شاء الله راح يكون ايضا عمل بيني وبين مساعد ان شاء الله ان شاء الله يعني طلع بلحنين بالحلقه فهد منه هين لو انت ملحن كان طلعت منك بلحن اليوم بعد انا طبعا راح يسعدني هالتعامل هذا يا فهد والله اتشرف ان شاء الله. مساعد راح تصور كليبات؟ والله انا صورت في عمل صورته اللي هو أغنية مشاعر من ألحان الفنان حاتم العراقي كلمات كاظم السعدي
وان شاء الله في عمل ثاني بتصور باذن الله. في يعني في صوره معينه انت حابب تقدمها بالكليبات اللي جايه؟ صوره معينه يعني ايه يعني يعني مخطط انه انا مثلا فهد يمكن بيقول انه بالكليبات ما في عنصر نسائي، مقرر انه ما يكون في عنصر نسائي بكليباته. صحيح. انت شو عندك خطه للصوره يلي حابب تتركها عند الناس؟ انا مشكله بالبدايه بدي اختار، بس يعني هم عملين او ثلاث بدي اختار منهم اي عمل ممكن. بتحب يتصور الدراما مثلا بالكليب ولا بتحب بس تصوير جمالي للطبيب؟ يعني اذا بهوي البيوتي شوت طبعا الاماكن الجميله بالنسبه لي افضل من السيناريو، لان انا نهائيا ما اعرف امثل يعني لا ما شفنا فيه الا اذا اعطوك دور عازف كمان فبتبقى ممكن بطوله بقى موفق ان شاء الله. واحد عرفنا انه الالبومك صار جاهز ورح نسمعه بشكل حلو، كمان اتجاه الصوره عندك لوين؟ رح صور اغنيه من الالبوم اللي هي الدراما، ما بعرف ان شاء الله يعني نحن حسيناها انه هي من اجمل الاغاني بالالبوم. لكن انا مثل يعني كلهم حبايبي الاغاني اللي بالالبوم بس هي اخراج حدا معين اجتمعت لا بعد لا بعد حتى عينك على مخرج معين الشركه نفسها هي ان شاء الله رح تصور كليب ومن كليب لكليبين ان شاء الله رح نصور ان شاء الله. بعد الالبوم المصري في البوم خليجي مثلا؟ طبعا انا بنت الخليج بعتبر حالي طول عمري عايشه بالخليج، فما فيني ما فيني انه يعني اعدي على الخليجي وهيك وامشي، لا اكيد رح اعمل شيء بس رح اتعاون مع ملحنين كبار ايوه وحدا والله حصلتي على اللحن والله انا بعرف اللحن موفقه وعد يا رب. ابو بدر ختام الحوار قبل ما نسمع منكم كواتيور بيجمعكم فيها تحيه كمان للاستاذ الكبير ابو بكر سالم هي كتر الله خيرك. بدي منك، انا بعرف انك مقل باطلالاتك ومختصر باجوبتك لكن مليانه، بدي كلمه على كل جملة، عندي ست جمل بس سريعين ما شاء الله. يا أنت على صداقة دائمة مع أسامي، خلينا نعرف مين أسامي. صديق اللي بيعرف عيوبي وبيحبني وبرضه صديق. مين أعطينا اسم من الفنانين يلي أصحابك؟ لا كثير فنانين كثير. أيه. مش فنان بني أدمين كثير. طيب مع مين تختلف بوجهات النظر؟ في اختلاف بينك وبين مين؟ مش خلاف مع العنيد اختلاف. اللي مثلي عنيد اللي مثلي اي طب عنيد شفتي ايه؟ لا ابدا ما بعتقد انه عنيد. عمل قادم بس بحترم رايه في الاخر. لازم نحترم رايه. عمل قادم مشترك مع مين رح يجمعك؟ بدي اسم هون والله اتمنى يعني اتمنى ان شاء الله. انا ذكرت قلت وعد وفعلا في بالي وعد انه نعمل معها جمله يعني أغنية عن طريق جلسة شكل جلسة يعني. أوكي. وفي أصوات كثير يعني المشكلة كل ما قابل صوت بيطالبني وأنا بحد ذاتي أنا أدور الجديد الآن. أوكي. فبالعكس أنا قلت لك أصيل أبو بكر فاتح صدره لأي فنان يبغى يتعامل معه وهو رغبان في أصيل. استحالة التعاون مع مين؟ استحالة. يعني الفن الفن دائما حلو وجميل وصادق وما في غرور وما في تكبر، فالحلو انه الواحد يتعامل مع المعلومات مع الفنان الصادق اللي واصل للناس وقريب منهم، بس اني اتعامل مع فنان عشان صوته بس جميل بغض النظر عن اخلاقيات ولا اخلاق الفن اخلاق وادب. هل انت زعلان من حدا؟ ان شاء الله ما بزعل. لا ما في زعل بينك وبين احد او خلاف. انا بزعل اي نعم بزعل، لكن الحمد لله على كثر ما بسرعه ما بزعل الحمد لله بسرعه ما بنسى وهذه نعمه نسيان. ان شاء الله دائما بتضل على اتفاق وصداقه ومحبه مع الجميع، وانا بعرف قد ايه زملائك الفنانين انت حبيبتي أنا قريب منهم. حبيبتي كثير وانت اختي وعزيزتي ودائما ما شاء الله يعني تسلم. اسئلتك حراقه على قولهم وانا تسلم. مبسوط كثير اليوم اني متواجد هنا الليله بين اخواني وقصدت اني اجلس في كرسي بينهم. أيوة. عشان احس اني فعلا انا اللي يعني انا اللي ضيفهم، والاصوات كلها ما شاء الله اثبتت قدام المستمعين وقدام المشاهدين ان شاء الله انهم فيهم البركه وفيهم الخير ان شاء الله، ونتمنى منكم دائما البرامج الطيبه هذه اللي تساعد وتقدم. شكر لك، شكر لوعد، شكر لسعد، شكر لفهد، شكر للفرقه المزيكتيه المايسترو في اللقاءات الحضور الحلوين اللي يعطيكم الف عافيه ما قصروا يسامحونا على القصور، وان شاء الله ترتبتها
حيكون شكله في ترتتا بارت 2 بارت 3. خلاص حجز 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 ابو بدر للموسم الثمانية. شكرا اللي خلف الستار اللي تعبان معنا. اي والله يعطيهم الف عافيه. نحن سعدنا فيك. رح نسمع منكم كواتيور كثر الله خيرك من كلمات والحان الكبير ابو بكر سالم. تفضلوا. كثر الله خيرك تعتقد فيك سوء الظن واني بغيرك صرت عشقا مفتون. اسأل الوقت والأيام واسأل ضميرك كيف في عشقتك خون. كثر الله خيرك وتعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون. كثر الله خيرك اسأل الوقت والأيام اسأل ضميرك كيف في عشقتك خون. وكثر الله خيرا تعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون. صفحة كتابي فيك ألفت غابي ألف معنى ومضمون. يا الله خير وانت صفحة كتابي فيك ألفت غابي ألف معنى ومضمون. يا الله خير انت مني وعني يعرف الناس مني كل ما كان كل ما كان مزيون. تعتقد بيك سوى الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون. كثر الله خيرك اسأل الوقت
رياضي للمحبين مسنون لا سر مكنون تعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون الله خير تعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون كثر الله خير اسال الوقت والايام واسال ضميرك كيف في عشقتك فوق شاعر عن هوى ألف شاعر قبل ليلى ومجنون عشقان مفتون الله خير اسأل الوقت والأيام اسأل ضميرك كيف في عشقتك فوق الله وبعتقد في سوء الظن واني بغيرك صرت عشقان مفتون الأصوات الجميلة والأغنيات الحلوة والجمهور الرائع والفرقة اللي رفقتنا بأجمل إيقاعاتها ونغماتها. ضيوفنا لليلة كانوا أصيل أبو بكر، فهد الكبيسي، مساعد البلوشي، وعد البحري. وما تنسوا بالنهاية منتابع كواليس تراتاتا. تصبحوا على خير.